تتابعون برنامج كورة مع تركي العجمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم متابعي برنامج كورة على قناة خليجية في موعدكم الثابت 11:30 والذي نناقش فيه أحداث الكرة السعودية. نبدأ بعناوين الحلقة. النصر وبقذيفة الراهب يدك أسوار القلعة، وبالثلاثة يحافظ على الفارق بينه وبين الوصيف. زملاء حسن معاذ يشيدون بعقوبته من أجل كيان الشباب ونجوم العالم في مواجهة نجوم الدوري السعودي. برازيل الفيصلي يصل وبطاقته الدولية تحدد مشاركته أمام الهلال، والقروني يطالب اللاعبين بتلافي السلبيات في لقاء قطر. عايض القرني يتحدث لكورة عن مباراة النجوم ولقاء النجوم على أرض مكة المكرمة. هذه عناوين الحلقة. أي كلام سمعتوه تحت الهواء هذا ترى بس أسرارنا أنا ومحمد وفهد الهريفي. نروح نشوف أخبار شوت وإن شاء الله ما نكون بس قلنا شيء غلط. نروح نشوف شوت ولا شوت. أهلا بكم. كشفت مصادر برنامج كورة بأن 5 من لاعبي الفريق الشبابي الأول مؤيدين لعقوبة إدارة النادي تجاه زميلهم حسن معاذ، وذلك للمحافظة على هيبة الفريق وعدم اهتزاز الكيان الشبابي، وذلك بعد أن قررت الإدارة إيقاف مشاركته مع الفريق وتحويله إلى التدريبات الانفرادية حتى إشعار آخر لتكرار مخالفاته للائحة الاحتراف واللائحة الداخلية لنادي الشباب. يحتضن ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بالشرائع يوم غد الاثنين لقاء رفقاء لدعم الأيتام في العالم بين عدد من نجوم العالم المسلمين في كرة القدم ونجوم الدوري السعودي. وقدم رئيس مجلس إدارة شركة RPM للتنظيم الرياضي أحمد المقيرين جزيل شكره للأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب على دعمه وحرصه وتوجيهه لتقديم جميع التسهيلات الخاصة لإقامة مثل هذه المباراة، وللاتحاد السعودي لكرة القدم على ما قدموه من جهد كبير لإنجاح هذا اللقاء. وصل مساء اليوم الأحد المحترف الجديد لفريق الفيصلي البرازيلي ريسيندي فريتاس، والذي يلعب في خانة المحور، وسيتم تسجيله بدلا من ابن جلدته ليوناردو الذي أجرت إدارة الفيصلي معه مخالصة مالية الشهر الماضي لعدم قناعة الجهاز الفني بخدماته. وينتظر الفيصلي وصول بطاقة اللاعب الدولية لكي يشارك أمام الهلال في الجولة القادمة من دوري عبد اللطيف جميل بعد تجاوزه للكشف الطبي. أجرى المنتخب السعودي لكرة القدم تدريباته اليوم الأحد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك للتجهيز لمباراته المقبلة والهامة مع المنتخب القطري في المرحلة الأخيرة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الثامنة المقامة حاليا في الدوحة، ولتحديد هوية المتأهل عن المجموعة والتي ستقام يوم الثلاثاء المقبل على ملعب جاسم بن حمد بنادي السد. وقد عقد القروني اجتماع خاص مع اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فلسطين ووضح لهم النقاط الإيجابية والسلبية في المباراة وطالبهم بتلافي السلبيات في مباراة قطر. أصدرت اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قائمة بالمواد والوسائل المحظورة رياضيا للعام 2014 والمعتمدة من الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وادا على أن يبدأ العمل بها اعتبارا من الأول من يناير وحتى 31 من شهر ديسمبر. وأهابت اللجنة بكافة الرياضيين والأجهزة المساندة لهم بضرورة الرجوع لهذه القائمة قبل صرف أي عقار طبي للاعبين. كانت هذه أخبار شو. عودة مجددا للزميل تركي العجمي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد. اسمح لي في بداية الحلقة أن أرحب بضيفينا معنا في الاستوديو كابتن فهد هريفي. مساء الخير يا كابتن. مساء النور عليك وعلى المشاهدين وعلى أخوي محمد. ودي أقول محمد إيش رأيك في النصر؟ ما يسوي إثارة وتشوق للدوري؟ ما رجعت؟ ما تشوف شيء متغير؟ جد جد محمد ما أنا برد. ليش؟ خلي روح فيني أول شيء. هلا والله يا كابتن. هلا والله تركي ومسي على فهد وقول مبروك وعلى أخوان المشاهدين الكرام. طيب يلا رد على سؤال فهد، رحبت فيك.
والله شوف لي السنة هذه محل الدوري أنه التنافس اللي صاير بين الهلال والنصر. صحيح. أعتقد أنه يمكن النتيجة اللي صارت أمس 5 واللعب الجميل والحلو اللي شفناه من الهلال واليوم برضه من النصر والتحدي اللي صاير بين الهلال والنصر، أعتقد هذا كله يعكس على تطور الكرة السعودية اللي إحنا نتمنى إن شاء الله أنها ترجع كما كانت أول. وأعتقد أنه الهلال والنصر قطبين، يمكن قال عامر عبد الله اليوم قال الهلال والنصر مو هو المتبرجين بس في السعودية، لا خارج السعودية في العرب وفي الخليج حتى في أوروبا وفي أمريكا. أعتقد أنه دائما في الكمبيوتر تشوف رسائل تجيك على الهلال والنصر. أعتقد أن حلاوة الدوري بالهلال والنصر، كنا نتمنى الهلال والأهلي والاتحاد، ولكن الظروف اللي عصفت في الفريقين أعتقد أنها أبعدتهم كل البعد عن المنافسة. عموما بما أنك ذكرت عمر عبد الله، عمر عبد الله اليوم خلى المباراة طعم وشكل جديد فهد ولا لا؟ والله شوف أنا يمكن من بداية المباراة تغردت في تويتر وقلت معقول هذا الدوري السعودي؟ يعني لا معلق لا مخرج، لو لوحات فنية طلعت من الجماهير. يا أخي العدل حلو يا أخي، معلقين ترى فيهم الخير. عمرو عبد الله اليوم كان نجم، وأتمنى أني أشوفه نجم في مباراة الهلال، نجم في مباراة الاتحاد، نجم في مباراة الشباب، في أي مباراة. يعني إحنا فاهمينها غلط، يعني المعلقين تشوفهم في مباريات معينة بس، لكن المباريات الباقي ما تحس لهم، يعني كأنهم مغصوبين على تعليقها. يا أخي ما فيها شيء إذا صار المخرج كأنه محلل، يطلع لقطات يطلع أشياء، إلى درجة أن في لقطات إعادات للأهداف تحس المخرج يتأخر فيها يتبع نادي معين كأنه ما وده يطلعها مثلا، أقول لك حتى لو كانت على النصر ولا على أي فريق آخر. يعني هذه الأشياء ترى حلوة. عمرو عبد الله يا أخي ترى ما عنده هالحساسية، ما عندهم قبل عدنان، قبل يعني في معلقين في الخليج ما نشوف هذه الأشياء اللي عندنا المعلقين. في بعض المباريات يتفاعل معها، والمباريات الأخرى كأنه هذا ما هو سعودي أو ما هو في الدوري المحلي، كأنه فريق جاي من الصين ولا من أي جزيرة جاي. فأعطانا مثل لذلك، أتمنى أني أشوفه اليوم على نجاحاته، وأنا متأكد أني سأشاهده مع الهلال بنفس الحماس اللي هو فيه اليوم، مع الأهلي مع الاتحاد مع أي فرق السعودية. هذا اللي نتمنى، نتمنى أن نشوف. يا أخي خلي الناس تنبسط، خلي الناس تحسون بالعدل، شيلون من الأشياء هذه اللي تجيك المخرج ما يضاء المعلق ما أدري إيش. يعني أتمنى هذه الأمور إن يعني نشاهدها لكل الفرق. طيب عند التعليق عندنا زي التحكيم صراحة، التعليق والتحكيم ما يمكن نتغير التحكيم يصع. طيب خلونا نشوف أهداف مباراة اليوم وبعدين نتكلم عن أخبار شوت، وتغطيتنا راح تكون عن المباراة بالتفصيل بعد الفاصل. اليوم راح نستخدم التطبيق دوري بلس لأنه في معلومات كثير عن المباراة والكاميرا الحرارية ومواقع تحركات اللاعبين. نشوف الأهداف وبعدين نرجع نحكي عن الأخبار. الأهلي متراجع بعدد كبير جدا، لكن تيسير بيخطفه بيشوت، الله أتى الجنون من كابتن المجانين، أتى تيسير ليسجل للنادي الأهلي بأروع ما يكون. يا تيسير لعب إبراهيم غالب، غالب اتجاهته في مكان سليم، الله فارس نجد يعود والمتصدر ما يتعثر، المتصدر ما يتعثر، والنصر بهمة رجاله وهمة جمهوره يعود عن طريق الجن ويعود للمباراة. سلامة طبعا الكابتن محمد سهلاوي، كرة للنصر، الراهب الراهب جول، الله الأول ولا غير الأول، الصدارة ولا غير الصدارة، الراهب يسجل في مرمى داره القديمة. في مباراة بالتفصيل، لكن في معلومة مهمة جدا. أنا كنت أتكلم قبل الحلقة مع محمد السهلاوي، اتصلت عليه والحقيقة طمنا وقال انه
الطبيب اللي كشف عليه الكشف المبدئي كان خايف انه يكون في اي كسر في العظم، والحمد لله ما في اي كسر، في تورم بسيط مبدئيا قد يحتاج الى 10 أيام مبدئيا، لكن في بكره الكشف النهائي بالاشعه على الاربطه لانه في تورم، يبون يتاكدون من اربطه القدم انه ما فيها اي مشاكل، لكن اولويه الطبيب كانت اليوم على عظمه او العظم، وتاكد وتاكد انه ما في مشاكل. بكره بشكل نهائي راح يبين اذا كان في مشكله في الاربطه ولا لا. محمد حسيت يعني نفسيته مش متأثر كثير، مش خايف يعني، كانه الدكتور أعطاه له شوية تطمينات، يسلم على كل المحبي ومتابعي، وقال أنا ما حقدر أتداخل، لكن أرجو أنك تنقل تحياتي ومحبتي لكل المتابعين والجمهور النصري، يبارك لهم بالفوز. قال أنه هذا هو الكشف اللي صار، بكرة بشكل نهائي راح يبين، وإحنا حنتابع الموضوع مع الكابتن محمد السهلاوي. أخبار شوت، لعبوا الشباب يشددون على عقوبة معاذ. أخبار المصادر عندنا تقول أنه عدد من لاعبين الفريق الشبابي تحدثوا مع الإدارة وأكدوا للإدارة أنهم يؤيدون جدا إيقاف حسن معاذ، وجدوا في تصريحاته أنها إساءة للكيان، وقالوا للإدارة أنه لازم يوقف اللاعب عند حده بقرار قوي، وأيدوا القرارات اللي صدرت في حق اللاعب. فهد، والله شوف أنا ضد الحقيقة ما يعني مثل هذه التصريحات. أنا أعتقد أنك ثقافتك يجب أن تكون ثقافة اللاعب المحترف، اللاعب اللي يعتقد يدفع لك مقابل ما تتقدم وما تعمله. الثقافة تقول أنك تحترم العقود، تحترم النادي اللي تأخذ شعاره، لكن أعتقد أنه ما سمعنا من تصريحات بعد المباراة ما هي الا يعني تساهيل او مسامحه من اداره نادي الشباب. تقصد تساهل؟ لا هم زي ما تقول يعني طولوا بكثر الكلام، الانتقالات اللي سايره بين الانديه، انتقال حسن معاذ. اعتقد لو اداره الشباب صرحت بعدم وجود مثل هذه الاشياء، او انه النادي في حاجه للعيبته، او مثل هذه الاشياء، ما اعتقد انه سمح لهذه اللعيبه بانهم يصرحوا مثل هذا التصريح. هذه وجهه نظري طبعا. انا ضد ما قام به حسن او وليد، او يعني كثير من اللاعبين اللي يجب انهم يحترمون عقودهم. انت لديك مدير اعمال، انت كلاعب يجب انك تكون ثقافتك الاحترافيه هذه اساس الشيء. يعني ما يحتاج، احنا ما نقول لك الان خليك منضبط وخليك مثلا تحافظ على تمارينك، لا تسهر، لا تتغذى كويس، لكن انت الان يجب انك تحترم عقدك. هذا المقام الاول. هذا وجهه نظري في الموضوع. محمد، انا اقول صحيح انه حسن معاذ انه اخطا بعد المباراه، المفروض انه يجتمع مع الاداره في داخل سوار النادي، لكن اللي سواه هو خطا، ولكن بعد برضه خطا كبير انه لما لعيبه باكملها تقطع رزق لاعب او تقف بوجه زميلهم، اعتقد هذه ما قطعوا رزقه. لا، لانهم قالوا مؤيدين القرار. لما تقول لي مؤيدين القرار، يعني معروف انه راضين عن القرار. انا اتمنى من كابتن الفريق احمد عطيف انه يجتمع مع اللاعبين، انهم يلمون الموضوع هذا. هذا زميل لهم ولاعب كبير ولاعب منتخب، عندنا مشاركات منتخب، نحتاج حسن معاذ. سياسه نادي الشباب تفريط بالنجوم، واحنا شفنا نصر الشمراني في النهائي يوم قال برودوم كذا، اعتقد انه مشى تيقالي يوم جاهم عقد كبير مشى. يمكن حسن معاذ خانه التعبير انه جاء بعد مباراه وبعد هزيمه، يمكن من فريق ينافس على الهبوط. اعتقد ان هذه رده فعل صارت. لكن انا اتمنى من احمد عطيف، لانه هو كابتن الفريق، من عمر الغامدي، من سيف، ومن اللعيبه الكبار اللي في نادي الشباب، انهم يجتمعون مع حسن ويجتمعون مع الاداره، وانهم يصفون الانفس، لان الشباب اعتقد الحاله اللي يمر فيها الحين حاله يرثى لها، لانه الشباب اعتقد عنده مباراه مهمه امام النصر في نصف نهائي كاس ولي العهد. اعتقد انه اذا ما لموا الموضوع حتكثر المشاكل. نادي الشباب هو فتح الباب في الشيء هذا، يمكن كوماتش وراح، هو لاعب اجنبي تقالي جاهم مبلغ خيالي، ناصر نفس الطريقه، حسن معاذ بعذره يعني لازم يكون. ما ادري انا هل نادي الشباب هل هو سدد 30% من ال 25 مليون من عقده ولا لا؟ هل الرواتب تمشي اول باول؟ هذه كلها تجيب عنها اداره نادي الشباب. اعتقد حسن معاذ لما انا بينتقل لنادي الهلال بياخذ 30%
من نادي الهلال، اعتقد انه برضه انه يشوف نفسه بنادي الهلال، وشيء طبيعي انه اللاعب لما انا ماني مرتاح اتكلم بكل صدق مع رئيس النادي، اتكلم بكل صدق مع مدرب الفريق، اذا كان مدرب الفريق يمكن ما هو بحاجتي وقاعد يعاملني بطريقه استفزازيه، احتياط برا التشكيله، يعني تطفيش بمعنى الاصح. انا ميد اللاعب انه يطلب ولكن ما هو عبر وسائل الاعلام. بس محمد انه اللاعب يصرح يقول انا قلت ما هو انا قلت لا مو على التصريح، لا حتى يعني انت مفروض تتجازى، انت من طلع كل الشباب؟ انت ما تحترم شعار الشباب؟ مو بالسهل، مو بالسهل انك خلاص يعني سمعت تصريحات او كلام انك بتنتقل لاي نادي انه خلاص ما تبي تلعب، ما يكون عندك حماس، ما يكون عندك رغبه تطلع بهذا التصريح. بقول لك شيء، انا وليد عبد الله بعد المباراه تكلم قال في ناس وناس وناس وناس، يعني قصد حسن معاذ هو نجم المباراه، اوفرات سوى تسجيل وسجل، ايش يبغى اكثر من كذا؟ حفر الارض؟ لا بس يعني ما تصرح من ثلاث سنين. لا تصريح مقصود حسن معاذ احسن لاعب في المباراه. انا معلي من وليد حتى لا ايد كلام وليد، لكن انت ما تطلع تصرح بهذه الطريقه. لكن لما وليد والله يقول لي يسمع تصريح خالد البلطان انه يقول اطلب ولدي ولا تطلبون وليد عبد الله، اعتقد هذا هو اللي يمكن سبب الوليد وطلع وليد بعد المباراه بالشكل هذا، يمكن انه صار احتياط ما ادري، يمكن يدعم رئيس النادي على حسن معاذ، ولكن حسن معاذ اللي شاف المباراه هو من نجوم المباراه. إيه بس يحق له يطلق مثل هذا التصريح كلاعب في الفريق؟ لا ما يحق له طبعا ما يحق له. ترى يعني محمد اللعيبه لما يؤيدون هذا القرار، اللعيبه لما يؤيدون هذا القرار طيب. معناتهم ما يبغون. ارجع لك، هو هذا طبعه اصلا. كمل الطبع ما يخلي طبعه. يحق للاعب انه يصرح مثل هذا التصريح؟ لا بالاعلام لا، لكن اجلس مع رئيس النادي باداره النادي واطلب رئيس النادي اذا كان المدرب يعني مطفشني ولا يلعبني مره احتياط ومره برا التشكيله، هذه معروفه انها تطفيش معروفه عندنا في الكره السعوديه عام، تقول لي حتى في اوروبا نفس الطريقه، يمكن ابراهيم فوتش نفس الطريقه، راح من برشلونه ونادي اغنى نادي في العالم يمكن بعد ريال مدريد. اعتقد انه حسن معاذ المفروض انه باداره او منزل خالد البلطان انه يقول خلاص انا ماني مرتاح، المدرب ما يبغاني، زي ما سمح خالد البلطان للناصر الشمراني انه ما يبغاه برجرام وراح، يعني ما فيها شيء. فهد ايش بتقول؟ انا اقول انه تأييد اللاعبين، انا محمد استغربت رايه في هذا الموضوع، هو لاعب كبير ومحترف، مو الموضوع انه عشان ابي انتقل نادي الهلال ابرر لحسن معاذ ما يعمل. هذا اللي يسمع محمد يقول انه نفس هذا الرأي. لا اسمح لي، هو سألك قال لك اللاعبين الآخرين هم لازم يصرحون بهذا الطريقة عشان ما يؤيدوا مثل هذا التصرف، هو واحد منهم. إذا أنا اللعيبة قالوا هالكلام لأن أي أحد أي لاعب محترف ناصر لا قاله يا أخوي ناصر قاله هذا الناصر ناصر قاله وهذا هو في الهلال. هذه غلطة إدارة شباب. طيب هذه اسمعني، هذا مدرب ما يبغاه، لكن المدرب هذا ما قال ما يبغاه. بعد أنت لازم تحترم، أحطك في المدرج، أحطك في الاحتياط، أنت تستلم راتب ولا لا؟ لا عملت أنت تستلم راتبك ولا لا؟ لا استلم راتبك. لا إلى متى ثقافتنا إذا محمد بنصير نعتذر للغلط؟ هذه مشكلة. أنا لما أنا أجي وأقول يا حسن معاذ تعال في المنصة خلاص، ما أنت معطيني راتبي أجي في المنصة عندي مشكلة. لا غلط، لكن احنا لا نحكم في الأشياء. أنا شايف في الأيام هذه تتوجه حتى الغلط، بما أنه بينتقل لنادي الهلال صار تصرف حسن معاذ كأنه ما هو غلط. لا غلط يا حبيبي، أنا لما أبعد لما لعيبة الشباب هم اللي قايمين زملائك، لما أبعد أنا عن المباريات لمدة عام كامل ما يمكن اني ارجع لنفس مستواي. ما يمكن تعطيني راتبي اصلا، ما تقدر يمنع. انا ما العب على الراتب، في قانون كيف يجيك راتبك في مستواك؟ ما تقدر ما تلعب، يعني انت لو تلعب لو ما تلعب الموسم كله 10% من الموسم انت تنتقل حر. هذا في اوروبا، هذا حتى عندنا هذا نظام اوروبا محمد، لوائح الاحتراف. احنا ما احنا في اوروبا، احنا في دوري عليه مشاكل واجد يا فهد، احنا ما احنا منظمين ولا احنا. طيب كل واحد فيكم قرايه في الموضوع، خلونا نروح لموضوع ثاني، نجوم العالم في مواجهه نجوم الدوري السعودي. دكتور عايض القرني احد المسؤولين عن تنظيم هالموضوع، كان له حديث لبرنامج كوره، خلينا نشوف ايش كان الدكتور عايض. الشيخ عايض القرني داعي سعودي المعروف، يعطيك العافيه، واحنا اليوم سعيدين بتواجدك معنا عبر برنامج كوره. أنا سعيد يا أخ تركي بطلعتك البهية معي في هذا البرنامج، أريد عسى إن شاء الله أن نقدم ما ينفع المشاهد بإذن الله. شيخ عايض، أنت عضو في اللجنة المنظمة لهذه المباراة الخيرية ومشرفا على بعض فقرات هذه المناسبة الرياضية، لو تحدثنا شوي عن هذه المباراة. أنا يا أخي سعيد هذا اليوم أني أتكلم معك من مكة في هذه الاحتفالية الرياضية العالمية عندي، لأن أول مرة مبادرة للأيتام العالم
يقودها نجوم الكرة البارزين الدوليين في العالم من مكة، ويطلقونها لأيتام العالم، لأنه سوف تعرف باذلين ورعاة، وتعرف أنت أن الرياضة لها جمهورها ولها أتباعها وعشاقها. فأنا نعيش مهرجان يعني احتفالي كبير. أنا مشرف على مبادرة رفقاء، ومبادرة رفقاء تبنتها قطر الخيرية في لدعم أيتام العالم كما قلت. وتنطلق هذه المبادرة من أن نصل إلى القارات الست بإذن الله، وتبدأ هذه بالغذاء والكساء والدواء والتعليم كما قلت لك. واختيرت مكة لأن عاصمة الإسلام والمسلمين، وهي منطلق الرحمة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. وقالوا لأنه لا بد الكرة، تعرف المشاهدين وأنت في الوسط الرياضي، الأمم تنتبه أو تتابعهم. فقلنا لا بد أن نستفيد من هذه الرمزية والنجومية في أن نصل إلى قلوب الناس الباذلين، صناع القرار، الرحماء، العلماء، ليدعمونا في مبادرة رفقاء حتى نكون بإذن الله رفقاء في الجنة. هل ترون أن فئة الأيتام هي الأولى بمثل هذه الأنشطة حاليا وهذا الدعم؟ أنا أرى يا شيخ، لأن القرآن نبه على اليتيم، ألم يجدك يتيما فآوى، فأما اليتيم فلا تقهر، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أكد على هذا، أنا وكافي اليتيم في الجنة كهاتين. لأن اليتيم مكسور القلب، مكسور الإرادة، ليس له من يرعاه، ولذلك فآوى لم يقل فأطعم ولا سقى. أنا أرى أن نقلة نوعية، لأننا مشرف على المبادرة، من خطة المبادرة ليس الكساء، الكساء والغذاء والدواء والتعليم وملاحقة حتى يصل إلى الجامعة إلى سن 18 ويصبح يعني راشدا أو راشدة للجميع. وبشرك أنها للعالم، حتى إذا وجدنا أيتام في أفريقيا وأمريكا بأوروبا نعطيهم تأليف لقلوبهم، ولأنهم بشر. بنروح الفاصل، بعد فاصل نعود لمواصلة الحديث في البرنامج. النصر وبقذيفة الراهب يدك أسوار القلعة، وبالثلاثة يحافظ على الفارق بينه وبين الوصيف. النصر وبقذيفة الراهب يدك أسوار القلعة، وبالثلاثة يحافظ على الفارق بينه وبين الوصيف. زملاء حسن معاذ يشيدون بعقوبته من أجل كيان الشباب ونجوم العالم في مواجهة نجوم الدوري السعودي. برازيل الفيصلي يصل وبطاقته الدولية تحدد مشاركته أمام الهلال، والقروني يطالب اللاعبين بتلافي السلبيات في لقاء قطر. عايض القرني يتحدث لكورة عن مباراة النجوم ولقاء النجوم على أرض مكة المكرمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا في المملكة العربية السعودية، كابتن فهد الريفي وكابتن محمد داعي هم ضيفا حلقة الليلة. نشوف تقرير عن مباراة النصر والأهلي. أشرقت شمس النصر على ملعب الدرة مبددة كل الأجواء الباردة التي نعيشها هذه الأيام، حين استضاف النادي الأهلي لحسابات الجولة 15 من دوري عبد اللطيف جميل السعودي للمحترفين. بداية متعثرة للأصفر وغلطة نصراوية يأتي منها هدف السبق بأقدام الحاسم تيسير الجاسم. أتى تيسير ليسجل للنادي الأهلي بأروع ما يكون، يا تيسير، تيسير المجنون يسجل المجانين. المصائب لا تأتي فرادى، خطأ على مشارف منطقة الجزاء وإبعاد للحارس النصراوي بالبطاقة الحمراء. وما أن تنفس الأهلاويون الصعداء
إلا وتتعادل كفتين ليلعب كلا الفريقين بعشرة لاعبين، والتكافؤ يقع أيضا على النتيجة بأقدام البرازيلي إلتون. شوط ثان لم يقل عن سابق، والشهري على طريقته يسجل الهدف الثاني لفريقه. انتصار أصفر ولد من رحم النقص والغيابات، صعد بالمتصدر 3 درجات ضمن مشواره المطرز بالإبداعات في دوري جميل السعودي للمحترفين. بدر الفايز. المبروك للنصر، هارد لك للأهلي. فهد، مباراة في البداية خليني أشكر الأهلي على ما قدمه اليوم. أنا شفت الأهلي أنه قدم رغم الظروف اللي مر فيها الأهلي من غيابات، من تغيير جلد الفريق في الموسم، من عناد المدرب أعتقد في بداية موسم وتغيير هذا، أعتقد أنه مر بظروف صعبة، لكني أشوف أنه قدم أحلى مباراة اليوم. أرجع لشخصية البطل النصر اليوم، كل ما له يثبت أنه بالفعل فريق يبدأ المباراة. أنا بوجهة نظري بدايته كانت قد أكون أتمنى ألا يكون أن الضعف الأهلي وما مر به بظروف واستغلال يعني النقص والأشياء اللي في الأهلي كانت سبب البداية السيئة في النصر. أقول لك أنه فريق يطرد منه لاعب يسجل هدف ويطرد منه لاعب ويغيب حارس الأساسي والحارس الاحتياطي والحارس الثالث يتألق، ثم يعود ويفوز في المباراة وبالطريقة اللي احنا شفناها، أعتقد أنه هذه شخصية فريق بطل يستحق أنه لم ينهزم حتى الآن. فريق النصر من الصعب الآن تعرف من الأساسي، من الصعب أنك يعني تقول من 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 أفضل في الفريق. الروح والحماس وثقافة الفوز طغت على الفريق مهما من لعب. يعني اليوم يمكن حتى بعد الطرد عقل يعني حطيت آمالي كلها على يحيى الشهري، وبالفعل كان قدها اليوم. اليوم دائما البطل واللاعب النجم الكبير ما يطلع إلا في الأوقات الصعبة والمباريات الصعبة اللي يحتاج الفريق يقول أنا موجود، أنا موجود هنا. هذا بالفعل اللي سواه يحيى اليوم، ولا يهونون الباقين، يعني كلهم كان في روح وحماس. اليوم الاحتياطي أو اللي طلع أو الروح والأسرة، حتى محمد نور اليوم كان يوم طلع يعني ما كان فيه أنه لاعب كبير وأنه يتأثر أو كذا، حتى هو كان واقف ويشجع. الفريق النصراوي يعيش لحمة، يعيش روح، يعيش حماس، يعيش ثقافة فوز. هذه اللي خلت اللا معقول في كرة القدم يحدث. دائما سيناريو المباراة تكون صعبة على النصر، لكن بالروح والحماس والألفة اللي في الفريق أعتقد أنها تتسهل كل شيء. النصر يلعب تحت ضغط أخوي تركي للخمس المباريات القادمة، الهلال يلعب قبلك، وبعد المستوى اللي قدمه الهلال والنتيجة الكبيرة اللي فاز فيها، لا تنسى أن النصر كيف تشوف حالته بعد الهدف الأول. أعتقد أنه عمل ضغط كبير على الفريق أنه يخسر صدارة، لكن بالروح وعزيمة الرجال كمجموعة شفنا اليوم أنه يعني فريق يثبت كل ما لا يثبت أنك لما تفوز على فريق قوي مثل الأهلي ويمر به بظروف، إلا أنه أثبت أنه يستحق صدارة الدوري. محمد، أنا والله أول شيء طبعا مدرب النصر رغم الغيابات اللي عنده لكن دخل بالتشكيل المناسب،
يمكن حصل طرد واستغنى عن نور لاعب الخبرة مثل ما قال فهد، وحرر يحيى الشهري داخل نص الملعب واللي هو يمكن النجم الأول في المباراة. لكن أرجع طبعا مدرب النصر أعتقد أنه غير تغييرات، أعتقد أنها إيجابية. يمكن الكل قبل المباراة ما هو عارف من راح يلعب من النصر، من راح يلعب بالحراسة، بالدفاع، بالوسط، بالهجوم. لكن طبعا دائما له مفاجآت مدرب النصر. أعتقد أنه دخل التشكيلة اليوم هو فعلا تحت ضغط نفسي بعد فوز الهلال بنتيجة كبيرة أمس أمام الاتفاق. أجاد صراحة قراءة المباراة رغم خروج السهلاوي مصاب وإلتون، وأعتقد أنه تصرف أنه دخل الراهب ولعب طريقه على طريقة الهجمة المرتدة، وأعتقد أنه نجح بهدف الثالث. مدرب الأهلي أعتقد أنه من بداية المباراة أو قبل المباراة أو أثناء تدريب اللي قبل المباراة، أعتقد أنه تصريحه يدل أنه روحه انهزامية للأسف الشديد، أنه يشوف لاعبينه بالشكل هذا بالروح الهزامية ورايحين المباراة قوية للمتصدر وفريق منظم، ولا يشتغل. أعتقد أنه السفر للبرتغال أعتقد يومين بعد هذه كم ساعة ما بيننا وبين البرتغال والطيران ويجي قبل المباراة ثلاثة أيام، ولا كيف بيشتغل وكيف بيسوي وكيف بيعد فريق المباراة مهمة زي مباراة النصر. الأخطاء كثيرة مباراة المدرب الأهلي. عقيل بلغيث ملعب ظهير يمين، هو المفروض أنه يلعب مع أسامة هوساوي قلب دفاع لأنه هذا هو المركز. لعب فتيل لاعب صغير بالسن وقصير القامة، أعتقد أنه الهدف التعادل هدف النصراوي، أعتقد أنه من كورة من إبراهيم غالب كورة طويلة، أعتقد أنه ما هو تصرف مني أخذها في القدم. تغييراته ما كانت موفقة، الكوري غير جاهز واضح، وهذه ترجع للمدرب بداية الموسم لما يفرط بالنجوم زي فوكتر، والمشاكل هو فوكتر. أعتقد أنه بحاجة، يمكن لو الأهلي عنده المهاجمين اللي فعلا العام أعتقد أنه ممكن راح يحرج النصر. أعتقد أنه مدرب الأهلي ولاعبين الأهلي، عجبني تصريح تيسير الجاسم أنه هناك في شيء في لاعبية الأهلي لابد أنه من اجتماع سواء من قبل الإدارة أو من قبل المدرب، ولكن مدرب زي هذا أعتقد أنه مدرب متكبر على اللاعبين، ويشوف اللاعبين السعوديين أعتقد أنه أقل منه بأشياء واجد، يطبق طريقة ما هي موجودة عندنا في الكرة السعودية. إمكانيات لاعبتنا أعتقد الأهلي يملك لاعبين يمكن 7 إلى 6 لاعبين في المنتخب الأول، ما يحتاج يمكن أعتقد أنه لابد أنه قناعاته هذه تروح ويلعب بالطريقة اللي يقدر يلعب فيها اللاعب السعودي. فهد الراهب اليوم وفي أكثر من مباراة يكون بديل مؤثر ناجح، يدخل يسجل هدف يسوي مشكلة يسوي بلنتي يسوي شيء ومتحمس، حتى موضوع الفنيلة يعني لقط أي واحدة موجودة لبسها ودخل ما شاء الله. يعني شوف ترى الراهب يعني في طبع، والله أحس إنه مستعجل في كل شيء، يعني في الملعب تلقاه مستعجل، في الفرحة شيء غريب، يعني روح حماس يعني من كثر حماسه ما عنده أي مانع يلقط الفنيلة. زين أتوقع كذا من الرهبة اللي أنت كنا تتكلم فيها تحت الهواء، يعني شيء غريب صراحة. لكن شوف إحنا رجعنا للنصر، أنا أعتقد إنه يعني التدوير اللي ساير ما حسميه التدوير، عدم الاستقرار، وأنا هذه النقطة مهمة لازم أتكلم فيها، يمكن تكلمت فيها كارين، هو غير مفاهيمي كرة القدم. لما أقول اللي شيء اللي أنا أعرفه وأفهمه غيرها، يعني حتى بالليل اللاعب ينام تحدى يعرف إنه يلعب إنه بكرة بيلعب، جعلت إنه الغلط صح والصح غلط. أنا هذا رأيي، أنا كرة القدم علمتني إن استقرار 3-4 وكيف تدور فيها، لكن مو بطريقة التدوير اللي أنا قاعد أشوفه. هذا خلق الحماس والروح، صرت تنزل أي أحد تسوي صح أو غلط يطلع معك صح، لأن التنافس بين اللعيبة في المراكز جعل الفريق كأنه 24 لاعب، وهذا شيء جيد. المسابقة طويلة، بس أنا ما تعلمتها في كرة القدم ولا شفتها ولا يمكن أن تثبت. قد أقول صح غلط، أنا الآن ما أعرف هل هو صح وغلط، تلقاني مرات ما أدري أنا أشيد بكارينه ولا أقول هذا اللي قاعد يعمله غلط. الفريق لما يكون يفوز يعني خلاص ما تقدر تقول إن هذا شيء غلط، يعني أنت لما تنزل لاعب يعني مرات تطلع لاعب تكون مفروض ما كان يطلع، مفروض تنزل لاعب. الجزاوي اليوم نزل لاعب كان أصيب ونزل لاعب بداله، يعني فوق هذه الأمور
أعتقد أن هذا الشيء خلقت للنصر شيء. اليوم خالد الغامدي يجب أن يشيد فيه، قدم مباراة كبيرة. التفاهم اللي حصل اليوم في الدفاع النصراوي رغم أنه لا يقابل إلا لاعب واحد. أنا لو تكلمت لي على الأهلي شوي، أنا أعتقد أن عناد المدرب كان يجب أنه يتحاسب في هذا الشيء. الكيان أهم، لذلك أنا أقول يجب أن المدرب لا يعطي صلاحية كاملة. ما تصلح عندنا أنك مثلا تجيب الكوري مثلا أفضل من فيكتور، ما حد يقتنع فيها. فيكتور سوى شيء في السنوات اللي مع الأهلي لا يمكن أنك ترضي هالجماهير في وسط دوري. يعني أنت على الأقل استنى الفترة الشتوية لما يجيك مرحلة التغيير، وصلخ جد الفريق على كيفك، أعطيك الثقة اللي تبغى. أنا أعتقد أنه ما يحصل للنصر، ما يحصل للأهلي، هو خطأ مشترك بين الإدارة وبين المدرب. والدليل على كلامي يا تركي، ما أعتقد هذا الأهلي الراقي اللي ست مباريات يطرد سبع لعيبة، سبع لعيبة يأخذوا كرة حمر، ما خبرتها في النادي الأهلي. وين الإداري؟ وين في حالة من الفوضى، في حالة من العصبية والنرفزة، حتى على المدرب في المؤتمر، حتى على التصريح الإدارة، التصريح الإدارة. أنا أقول لك في شيء في الأهلي، في شيء. أعتقد نتائج المباريات اللي حادثة، صار فيه احتقان في الجماهير، صار فيه ردة فعل في عند المدرب، عند اللعيبة. لا أعتقد أن هذا هو الراقي الأهلي النموذجي اللي نعرفه. بس أنا أتمنى أن لا تقاطعني، تركته وأنت قلت هذه طبعك، تفضل رد ذلك. أقول لك الحين أنا استغرب، أنا هو فهد يعني كلامه الإدارة، وحنا كلنا متفقين الإدارة والمدرب، لكن اللي اليوم إحنا كلاعبين لما نصير ناقصين وعارفين إن ما عندنا رؤوس حربة ولا شيء ولا حاجة، دائما نفكر بظروف المباراة. ظروف المباراة وشي؟ يمكن أسجل هدف بداية المباراة أقدر أحافظ عليه، وش الطريقة اللي ألعب فيها؟ ممكن يصير طرد وأقدر أستغل الطرد هذا لي. لكن للأسف لاعبين الخبر اليوم اللي في الأهلي ما استغلوا طرد الحارس، هذا واحد، وهدف هذا حاجة ثانية، وطلوع أفضل لاعب بالنصر اللي هو محمد نور اللي هو العقل المدبر داخل الملعب. يعني ثلاث حاجات للأسف أنهم ما استفادوا منها لعيبة الخبرة اللي زي أسامة هوساوي وزي تيسير الجاسم وزي معتز الحربي منصور، اعتقد لهم لاعب خبرة بعد برضه هذه داخل المباراة. احنا دائما لاعبين، انا اذكر مباراتنا مع الاتحاد اللي نهائي الدوري اللي هدف ياسر، احنا ما كان بوضعنا الطبيعي، كان عندنا اصابات واجد وكانت مرهقين، وكنا نلاحق الاتحاد بس نبغى ناصر مباراة الاتحاد ولنا امل. انضغطنا ضغط غير طبيعي ليلة المباراة، وانا قلت لك ليلة المباراة اقول لي ياسر سجل خلي الباقي علينا، لان احنا عارفين ان الاتحاد اقوى منا. يا رجال انت اللي كنت متألق يا محمد في المباراة والمو بالهلال، انت اللي كنت ما شاء الله عليك جني في كل كرة تنطط عليها الله، راح يهاجمنا حتى برجولك بدينك براسك ابد بحك. اليوم جاب شوفني جاب هدف ياسر، صار علينا الثقل، صاروا حاشريننا حشرة في المباراة. طلعنا اليوم الأهلي جتوا الفرصة هذه، جتوا ظروف المباراة. بس محمد انا اختلف معك، للأسف وقف، خلا اكمل. الشيء الثاني، مباراة نهائي كأس ولي العهد بيننا وبين الشباب، الشباب كامل، احنا ما معنا ولا لاعب اجنبي في ذاك الوقت. رادوي خذ كرت، اصابه الياسر، يعني داخلين المباراه لا حول ولا قوه، مسلمين امرنا، بس نبغى ظروف المباراه. ظروف المباراه لعبنا على هجمه مرتده، دخلنا الاشواط الاضافيه، محمد اللي جابوا فهد المفرج، حياتك اللي جابوا فهد المفرج. لا انا اقول لك على الحدث اللي اليوم على السنه ياسر لعبت الاهلي كويس، ترى ياسر لعبت الاهلي بس هجمتين، لان هذه تصير اما تصويبه تيسير. طيب خلينا نشوف موضوع الكابتن في لقطه كانت في مباراه اليوم لعبد الرحيم جزاوي. اصلا في حارس في الدنيا محمد يقول لعيبته سجلوا وترك المباراه، ما يسويها الا انت محمد، ما يسويها هذا نقول والله. لكن اليوم ديك ديك ابن الحلال، لا والله لا والله، بس محمد بعض مدري مين طلعت انت جني. لحظه اول شيء قل ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله خلاص الحين نعتذر عليه، ما يخالف خذ له تخلى لها لا. يعني ما في حارس في الدنيا بصراحه في الدنيا، ورا متقطع التقرير، لا والله صحيح، والله ما في حارس في الدنيا يسوي اللي انت تسويه او سويتها في مباراه. حارس يقول للاعبين سجلوا هدف وتركوا المباراه عليه، وهذه كانت يعني والجميع يشهد انه كانت مباراه للتاريخ في مسيره محمد الدعيع. نشوف لقطه للكابتن عبد الرحيم الجزاوي اليوم كانت موجوده، فهد مسوي مشاكل اليوم. خلونا نشوف لقطه عبد الرحيم الجزاوي اللي كانت مع كارينو عشان نبغى نعلق عليها. نشوفها يا شباب، هذه اللقطه لعبد الرحيم الجزاوي في حديث بينه وبين المدرب،
طبعا اكيد ما نعرف تفاصيله، لكن احنا نحكي انه بعد الحديث مع المدرب عبد الرحيم الجزاوي عبر عن غضبه في دكه البدلاء. طبعا هذه هي اللقطه، ما نعرف احنا ايش سبب النقاش. بعدها عبد الرحيم الجزاوي بعد المباراه كان يحكي مع الحكم الرابع. الناس ربطت الموضوعين بانه الحكم الرابع هذا قبل دخول شرحيلي، ما اعرف بالضبط هي قبل ولا بعد. لا بعد نهايه المباراه، بعد دخول شرحيلي نهايه المباراه. لا لا لا، هذه اللقطه هذه بعد دخول الشطين. بعد دخول شرحيلي هذه بدايه الشوط الاول، كان المفروض هو التغيير. المهم انه الكابتن عبد الرحيم تكلم بعد المباراه مع الحكم الرابع. كل الروايات كل الاحاديث تقول بانه الحكم الرابع منع نزول عبد الرحيم الجزاوي بسبب الشعر. فهد، والله شوف تركي، اولا شيء يجب اني اشيد بحكم المباراه اليوم. انا اعتقد انه يعني الحكم الحكام الاجانب في مباراه الهلال والنصر والاهلي والنصر يعني توفق من طلبوا هذا الحكام، لانهم بالفعل يعطون دروس لحكام المحليين. او ما حدث اليوم انا ما ادري وين اسميها صراحه. الحكم الرابع كنت انا متابع المباراه في لقطات يجيبونه، حتى انه يتكلم مع الاجنبي يتكلم يعني الا معي ها اي. فاقول لك انه الحكم الرابع انا ما ادري وينه في ما يعني التفتيش ما تكون قبل المباراه. يعني انا اشوف محمد الحكم الرابع المفروض اذا في قصات في شعر هذه قبل المباراه انت تفتش عليها، صح ولا لا؟ هذه متعودينها وشفنا لعيبه واجد اصلا كثير يعني صراحه الكثير انك يعني تقعد انت في ذا المباراه وهم محل اجان. انا معاه انه نتقيد بالاشياء ونتقيد بالاوامر وبكل شيء، لكن مو بالمباراه الوحيده. انا اعتقد في المباراه هذه في لعيبه يا رجل مو بقزع، اعتقد ديوك طالعين مو والله صدق محمد في لعيبه انا ما ابغى اذكر اساميهم، لكن في قصات غريبه يعني بقت على الجزاوي. صحيح يعني انا ما يا رجل انت شوف عملك، انت رافع لوحه حقه التغيير 99 واللاعب قدامك 26، هذه من مهامك بعد صح التشيك انك تشيك على فنايل اللعيبه على الاشياء قبل المباراه. انت ترفع حقه الرجال قدامك 26. انا متأكد ان المباراه بالحكم مفروض مثل هذه الاشياء انه يعني يا اخي انت تتعاون، انت حكم تتعاون مع الخطا، تحاول انك بقدر استطاعتك قبل المباراه تشعر الواحد. على فكره ترى جزاوي كان الخيار الاول اعتقد انه كان بالمفروض انه ينزل من بين الشوطين. ليش؟ شفنا حالات كثيره للاعب اللي اذا يلعب قبل النادي اللي من الاول حقه. المشكله الحكم الاساسي بوساكا ما طلبوا الشيء هذا، لكن الحكم الرابع يا رجال حتى ما يعرف القانون، جاه قال لنا اللاعب قد تغير وكذا، قال له الاجنبي يا رجال نزله بس خله ينزل، انت وين عايش انت؟ والله في لقطه توضح لك كان يتكلم معه يقول انه في لاعب دخل كان 99 قال له عادي ما في شيء يعني. طيب معنا برتغيز الظاهر، خلينا ناخذ اتصال اذا تسمح لي. معنا على الهاتف الاستاذ طلال النجار. مساء الخير استاذ طلال. مساء النور، حياك الله اخوي تركي ورحب فيك ورحب الكباتن الكابتن النجم الكبير وموسيقى الهوافي والكابتن ايضا الكبير محمد الدعيه ومشاهدي قناه كوره. الله يحييك طلال. ايش اللي صار؟ طبعا شفنا تغريده احنا للكابتن عبد الرحيم الجزاوي، الان الشباب يقولوا لي يا ليت يطلعوا لي يا شباب نشوف حساب الكابتن عبد الرحيم الجزاوي على تويتر، ذكر بانه الحكم الرابع هو السبب، هذه ليست اول مره يمنعني من الدخول فيها للمباراه. طبعا لقطه الجزاوي كانت قبل تغيير شرحيلي، لان شرحيلي كان ظاهر في على الدكه. ايش اللي صاير؟ عفوا تركي بس تسمح لي صوت ترى رايح، انا صوتي ما افضل، يمكن اعتذر للمشاهدين واعتذر لكم يعني ما يخالف ما عليك الصوت. ارفع صوتي يا شباب. بدايه طبعا اود ان انتهز هذه الفرصه ذا بن تركي بتقديم وانقل تعازي سمو رئيس النادي الامير فيصل بن تركي واعضاء مجلس الاداره والشرف ومنسوبي نادي النصر والجماهير النصرويه لمقام قائد الحرمين الشريفين سمو ولي عهد الامين في وفاة الأميرة لطيفة بنت فهد بن عبد العزيز رحمها الله وسكنها في جناته. آمين. والعزاء موصول لأسر المالكة والشعب السعودي الكريم. عودة لسؤالك زميلي، طبعا اللي حصل وصف الكابتن فهد الهريفي كأنه حاضر معنا المباراة 100%. يعني اللي حصل بالتحديد قبل المباراة حضر الحكم الرابع أستاذ خالد الطريس، شيك على اللاعبين، طلب منا أنه عبد الرحيم الجزاوي ومحمد نور يعدون قصة الشعر، فتم تعديله للمره الاولى حضر وطلب زياده التعديل برضه، رجعنا على قصات الشعر. بدات قبل لا تبدا المباراه نزلوا اللاعبين
الحكم الرئيسي السيد فيكتور حكم المباراة طلب ان المباراة تبدا، يعني قال هذا شيء طبيعي، لكن الحكم الرابع اصر ان اللاعبين ما يشاركون وان محمد نور لابد انه يطلع من الملعب على اساس يقص الشعر. في النهاية حكم المباراة يعني اصدر قراره في بداية المباراة وبدأت المباراة. في قبل نهاية الشوط الاول طبعا كان المدرب يبغى ينزل عبد الرحيم جزاوي وكان خيار بالنسبة للمدرب، فمدرب طلب منه قال يعني اوكي وضع عبد الرحيم اوكي، قلنا لا اوكي. حضر الحكم الرابع وطلب منه نصا لتركي، قال عبد الرحيم الجزاوي وضعه اوكي الان، بامكانكم اذا رغبتم بمشاركته اخذ الموافقه النهائيه من مراقب المباراه. نعم الاستاذ سعود زويد. اي فكلمت انا الاستاذ سعود زويد، استاذ سعود الان الحكم مباراه الحكم الرابع استاذ خالد اعطانا الموافقه والان القرار بيدك. قال خلاص ما في مشكله. نتفاجئ لما يعني سوينا التغيير. طيب في لعيبه في الاهلي يافي لهم قصات غريبه. فهد خلينا نكمل كلامه وبعدين نسال. تفضل طلال. لما جينا التغيير نجري للكابتن عبد الرحيم الجزاوي رفض، رجع في كلامه ثاني مره، فقلنا له استاذ خالد انت اعطيتني الموافقه والان تراجعت في كلامك، يعني بنعرف وش الهدف يعني. يعني ما ادري والله هو استفزاز، هل هو يعني في شيء حصل وش اللي غير الموضوع؟ ليش انت رفضت الان؟ طبعا انت يمكن الكابتن فهد والكابتن محمد لاعبين ويشعرون باهميه هالمباريات، عبد الرحيم كان متحمس جدا انه يلعب هالمباراه. صحيح. يعني يواجه الموقف هذا، يمكن حدث منه تصرف يعني نوع من التوتر والغضب اللي اثناء وجوده على الدكه. المدرب طبعا اضطر انه يبدله بيستبدل شايف. طيب شرحيني. يعني المشكله ما كانت بين عبد الرحيم وبين المدرب، كانت عشان الحكم الرابع نهائيا، بس الحكم الرابع لما طيب. بلغنا قبل ما يروح. طيب فهد يبغى يسالك سؤال، تفضل فهد. الله يخليك، انا ابغى اسالك سؤال، يعني كيف صار الخطا حق الفنايل؟ الفنايل طبعا كيف تحدث يعني منكم هذا الشيء؟ فهد انت تعرف المباراه عبارة عن معايير ومتطلبات إدارية وأيضا معايير متطلبات فنية. الفنيلة طبعا اللاعبين الفنايل الخاصة والتيشيرتات الخاصة بالمباراة كانت على المقاعد البدلة واللاعبين في المنطقة المخصصة للتسخين خلف المرمى. لما طلب المدرب حسن الراهب للتبديل لبس الفنيلة، احنا كنا نكتب السكور، لبس الفنيلة خذاها جري على الحكم الرابع اعطاه بدون ما يشيك هو على الفنيلة. يعني اللاعب يوم كان في الاحتياط ما كان يلبسها؟ لا ما كان يلبسها. طيب هذا خطأ، كيف ما يلبس الفنيلة على أي وقت يا أخي؟ لا كابتن فهد ما يلبس الفنيلة مخصصة، ممنوع يلبس الفنيلة مخصصة للتسخين زرقة تكون مخالفة للفريق اللي في الملعب عشان الحكم الراية ما يصير عليه إشكال أثناء اللاعبين اللي لابسين نفس الزي. يعني ما في مريال ثاني يجي عندكم نحط عليه على التمارين شيء؟ لا فنيلة زرقة تختلف عن الفريق اللي موجود على أرض الملعب. طيب. هذا النظام يعني جميع الفرق معمول فيها هالشيء هذا. طيب استعجالا لا نزل عبد حسن الراهب تداركنا اعطيناه الفنيله الصحيحه وارتداها. طبعا هالشيء هذا الخطا الاداري او هذا اللي حصل ما يستوجب عليه احتجاج او يستوجب عليه اعاده مباراه لانه خطا اداري يعتبر. طيب الاستاذ طلال نجار شكرا جزيلا لك، شكرا لتوضيح الصوره. الف مبروك للنصراويين. راح نروح مع كليب وبعد الكليب فاصل وبعد الفاصل نرجع نواصل الحديث في البرنامج. صحاري واروح القمر تدل الحبيبي ودام رمر اعيش في صحاري واروح
والدنيا كلها في وادي والله حبيبي غرامك شي معادي ضيفة انت في وادي والدنيا كلها في وادي والله حبيبي غرامك شي معادي غرام بدقك يا غالي يا ساكن خيالي ومهما جرى بتموت بدقك يا غالي يا ساكن خيالي ومهما جرى لقاء النجوم على أرض مكة المكرمة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة، نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية، كابتن فادي الريف وكابتن محمد دايع هم ضيفاء حلقة الليلة. في طبعا تقرير تركيش جديد اللي هو الجزء الرابع من متصدر لا تكلمني، هو ماخذ هذه السلسلة مع نادي النصر. قبل ما نحكي عنها، في حديث كثير اليوم من جماهير النصر عن الحضور، عدد الحضور، كمان اليوم كان في تشكيلة جميلة من جماهير نادي النصر، يعني كانت واضحة وملفتة وأخاذة في المباراة، لكن النصر عندهم مشكلة دائما مع أرقام الحضور. صح، في كل مباراة يرجعون يحكون في نفس الموضوع، عندنا مشكلة مع أرقام الحضور، ما تعلم بشكل دقيق. في المقابل يعني الرابطة وشركة صلة اللي هي المسؤولة عن تذاكر نادي النصر ما تحس انه في موقف واضح انه انتم غلطانين ولا انتم معاكم حق 100%، تحس الموضوع كده عايم، يعني ما في حزم في الموضوع حتى يعني تتوقف هذه الاحاديث او تثبت فعلا انه هذا الجمهور حضوره عكس الارقام اللي تظهر. ايش رايك فهد؟ والله شوف يا تركي، للاسف انه صار تسير أمور تخلي الواحد يدخل في النوايا. أنا ما أدري هل هذا هو الاحتقان والتعصب اللي موجود في الوسط الرياضي؟ يعني أنت تصدق عينك ولا تصدق الأرقام اللي يقولونها؟ إذا كل مباراة تشوف الملعب مليان ثم تأتي مباراة أخرى وتكون العدد أقل ويطلع العدد هذا أكثر من المباراة اللي قبل، واللي أدهى وأمر من هالكلام ذا كله أنه لما يطلع لك أحد منسوبي رابطة المحترفين سواء كان متعاون سواء كان يطلع لك بتغريدة ما للنصر علاقة فيها، يعني لما واحد إنسان يطلع زي أسامة النعيمة، خليني أقولها على بلاطة صراحة، إن هذا الشخص يا أخي كل واحد يحق لك أنك تشجع، لكن إذا أنت مسؤول أتمنى أنك تحترم وتكون عندك شوي من العدل. شو اللي قاله يعني؟ شو يعني أنك شو اللي استفزك فيك؟ يعني شيء مو طبيعي أنك لما تطلع بتصريح أو تطلع بتغريدة تتكلم فيها انه بعد خمسه الهلال اعتقد ان يعني لاعبين واداريين النصر ما يقدرون ينامون او ما ادري ايش من هالكلام اللي انا صراحه وصلتني، انا ما الحقيقه يعني ما تابع انا الحقيقه هذه، لكن وصلتني هذه. فانا اعتقد ان هذا انسان اذا انت بتشجع قاعد ببيتك، لكن انت مسؤول، فلا استبعد، بل بالعكس عرفت الان ليش اعداد جماهير النصر تطلع بهذه الارقام. ايش دخل هذا في هذا؟ يعني اذا كان هو من رابطه، وإذا كان الرجل يقعد مع حكام
مع الحكم الرابع ويقعد مع مراقب المباراة ويقعد في المؤتمرات ويقعد فيه وتطلع بهذا الاحتقان بهذه الصورة يا أخي على رياضتنا السلام. يعني ما هو لازم أنك أي هلالي يأخذ منصب أو يجي يعني كذا واحد نصراوي كان في المؤتمر اللي يقود المؤتمرات وللأسف طلعوهم في سبيل أني أجيب أحد محتقنين. لذلك أنا أشوف أن الأرقام اللي تطلع أقول لجمهور النصر خلاص ترى نعرف السبب الآن. بس أنا ما يفهمش علاقة وسام يعني في الحضور أعتقد أنه هو له علاقة بالرابطة وله علاقة بالإحصائية اللي تطلع ولو علاقة بأشياء كثيرة. أنا الهدف من هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله يا أخي نعرف أن كل إنسان له ميول لكن إذا ما عندك عدل يا أخي لا تشتغل لشيء للجميع خليك ببيتك. ما هو معقول أنه توصل إلى مواصيل أنا خليني أكون محتقن لكن ما له علاقة أعطي كل حق حقه. خليني أكون متعصب لكن لا أستلم عمل يخص المجموعة ككل. فأنا أعتقد أن هذا في شك. لذلك أنت ما أنت متأكد من حساب قلت لك أنا أنت متأكد من حسابه الرسمي؟ أنا متأكد ما أدري أنا طيب متأكد 100% إن الرجل هذا إذا 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 الزميل أسامة النعيمة يسمعنا وحابب يعلق على الموضوع يتفضل. محمد أشوف يعني عكس فهد صراحة لأنه تعرف يعني الرابطة يعني هي عدة أشخاص وليس شخص واحد. ما أعتقد إنه شخص واحد يقدر يعدل ويبدل في العدد الحضور الجماهيري في كربونات شيء كل شيء واضح. الرابطة هي المسؤولة الأول والأخير. إحنا شفنا مباراة الهلال أمس قالوا 9,000 اليوم قالوا 12,000 رغم أن استاد الملك فهد يأخذ تقريبا 70,000 يعني الواجهة الأمامية كلها تشوفها ممتلئة. هل معقول أنه 9,000 12,000 بس الواجهة واللي خلف البيبان أعتقد أنه تقريبا حدود 25-25 هذه ما أعتقد أنها صحيحة. لكن أنا ألوم الرابطة بالأكمل ولا ألوم كشخص معين لأنه الرابطة من عدة أشخاص من الصعب جدا أني أختار واحد أقول لك أسامة نعيمة أنه مباراة النصر أو مباراة الهلال أنه يتلاعب بالأرقام وعندي كربونات وعندي أشياء عندي إثباتات عندي الأشياء هذه كلها. أنا الرابطة كرابطة أقول أعطني الكربونات الكربونات هذه أشوفها أحسبها أعدها. ما أعتقد أنه أسامة يقدر يخفي وهي مطبوعات أصلا ومعروف كم مطبوع للمباراة هذه. أعتقد أن أنا حمل الرابطة ومع رئيس نادي النصر ورئيس نادي الهلال انهم يطالبون بالاحصائيه الدقيقه لجماهير الناديين. اسمح لي تركي شوي. احنا لو قلنا الواجهه معروف استاذ الملك فهد 40 لا 70 40 لا الواجهه 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 الدرجه الثانيه كلها تاخذ 40,000 اذا كان الجمهور كله مليانه او جزء منه حلق يقل 20 حتطلع على الاحصائيات كذا. هذا شيء ابغى اوضحه وبسالك سؤال محمد سامي. الان يسمح لك انك انت تكون مسؤول في مركز في 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 يعني في وظيفه تخدم مجموعه تطلع بهذا الاحتقان وتقول تغريده مثل هذه التغريده تقول انه ايش دخل النصر بين الهلال والاتفاق. يطلع بعد مباراه الاتفاق يقول بعد الخمسه اللي حصلت انه في اعرف ان في كثير من النصراويين والاداريين النصراويين لن ينامون من خوفهم من الهلال. طيب هل متأكد؟ اشتغل النصر متأكد أنت؟ أي متأكد شايف الحساب وكل العالم متداولين وكل الناس تكلم. والله فهد دائما أنا لما جتني شوف أنا رديت عليها بالتويتر لما جتني دخلت على حسابه وطلع هو حسابه يعني وتأكدت من ناس آخرين. إذا أنت بتطلع اشتغل النصر في موضوع أنك تجي تقوله يا أخي أنا ما عندي مشكلة أن قبلنا من إعلاميين متعصبين وقلنا أوكي لكن أنت عندك وظيفة أنت مسؤول عن ناس وعن أندية كثيرة يجب أن يكون عندك حياد. إذا أنت متعصب ولديك ميول يا أخي اقعد في جريدتك اقعد في صحيفتك اللي أنت تكتب فيها. طيب أنت الشركة الراعية الحين للي أنا ما أقول إنك إنه هو بس له جزء طيب لما أشوف حكام أجانب يجون لما أشوف حكام الشركة الراعية للنادي النصر لتذاكر مين؟ كيف؟ الشركة الراعية لنادي النصر بتذاكر مين؟ صلة أعتقد إنها صلة. طيب صلة أعتقد هي المسؤولة صلة راح صلة من يعلن؟ من يعلن؟ هل تتوقع أن صلة هي اللي تعلن؟ أكيد لازم إن الرابطة هي اللي تعلن. أنا ما أقول شوف أنا أقول مثل هذه الأمور شخص مثل هذا يوحي لك يقود المؤتمرات الصحفية ويقعد مع الحكم الرابع ويتكلم طيب. مع حكام إيش تتوقع يعني أتخليك في ظنون أخرى. أنا ما أقول لك إنه هو لا تدخل من كلامي إنك أنت مسكت على إنه أقول لا هو اللي يلعب في الأرقام. أنا ما أقول لك إنه هو يلعب لكن شخص مثل هذا يأتي في الملعب ويكون مسؤول عن أندية كثيرة يا إنه يكون عندك حياد يا تقعد في بيتك يا أخي خليك في الصحيفة حقتك زي ما تعودنا
وقل اللي تقوله. حساسين فهد انتم صراحه، كل شيء فيه هلالي محمد. سبحان الله، انا قاعد اقول انت يعني ترضى محمد. انا سالتك، انا قلت لك الحين، قلت لك الرابطه يا فهد محمد، سالتك قلت لك المسؤول عن الرابطه، ومن المسؤول عن الراعي انت تو تقول حسن معاذ. لو اقول لك اني فيز قال ذا الكلام، تتوقع اداره الهلال تقوله ولا رجعت احد من عبد العزيز؟ لا اقول لك ليش، اقول لك محمد انت ترضى مسؤول يكون يعني مسؤول عن انديه كثير ما يطلع بهالاحتقان وبهالتعصب يقول هذا التصريح؟ انا ما حكيت التصريح، انا ما لي دخل بالتصريح، انا لي دخل في التذاكر. ما عليك، لي دخل في الاحصائيه اللي صارت بالمباراه، كم عدد الجمهور ومن الشركه الراعي. قلت لي صله المسؤوله صله عن الشيء هذا، انا ما لي دخل في التغريدات وما التغريدات. يا ناس انتهزوا شخصيات كبار، ما هو وسام بن عينة أو محمد. حروح للفاصل، أتمنى حروح للفاصل للمسؤول على الأقل، ما قلنا لأي أحد. فهد حروح للفاصل، حروح الفاصل، بعد الفاصل نعود إذا أسامة النعيم يتابعنا أو حابب يوضح ترى على فكرة البرنامج. النويصر، النويصر والمسح الغرة دو بإيقافة، يعني ما هو بنا الحالي. أعتقد أنا جتني معلومة أن النويصر وأن المسحل يعني أتمنى أنه حتى إذا صار في إيقاف أن يكون عضل له الغيره، يعني طيب. أنه ما هي الواحد إذا أنت ما تأخذ وظيفتك أنك تخدم فيها ميولك، هذا اللي نخاف منه، نخاف من الحكام، نخاف من الأشياء الثانية، نخاف يعني ما تجي على مسؤول بسيط يعني. حروح للفاصل، فاصل قصير بعده. نظام آسيا الجديد، مساعد أم معرقل؟ أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية، كابتن فهد الريف وكابتن محمد دعي، هم ضيفا حلقة الليلة. معنا على الهاتف الزميل أسامة النعيمة. مساء الخير أسامة. أهلا أخوي تركي، مساء عليكم مساء الضيوف الكرام. أسامة، مباشرة أبغى أسألك في تغريدة الآن وصلتني نسبت لك، صباح الخير، تتوقعون بعد خماسية الهلال أمس لاعبي وإداري النصر ناموا ولا ما زالوا مواصلين؟ شخصيا أعرف إداري نصراوي أم الركب لاعبة فيه. بعدين في تغريدة للأستاذ محمد المسحل، سوى لها إعادة تغريدة للأستاذ محمد النويصر، قالوا عليكم السلام، لا يرضينا مثل هذه التصرفات، الأخ أسامة متعاون مع الرابطة وليس من منسوبيها، ومع ذلك سيتم اتخاذ الإجراء اللازم. تحياتي. تعليقك أسامة. أول شيء أنا طبعا بوضح نقطة، طبعا أول شيء التغريدة تنسى هي تغريدة أنا كتبتها وغير كذا، ما يمكن أتخلى عنها ولا أقول أنا هي تغريدة. بالعكس أنا أعترف، ولا قلت حسابي مهكر ولا قلت حسابي، بالعكس أنا التغريدة هذه تبعي وأنا اللي كتبتها، هذه جزئية مهمة، هذا شيء مثل أني أنا كحسابي خاص أنا، هذا جزئية. الجزئية الثانية أنا حبيت أوضح بالنسبة للأخ فهد رأيي بالنسبة للموضوع، أنا أبغى أشرح له أنه مو فاهم العمل اللي جالسين إحنا نعمله بالنسبة للمنسقين الإعلاميين في تابعين للرابطة. عملك المنسق الإعلامي هو الجانب الإعلامي في المباراة، يعني أي جانب إعلامي في المباراة فقط هو مسؤوليتنا إحنا كمنسقين إعلاميين. مسألة جلوسنا جنب الحكم الرابع أو عدم جلوسنا هذا شيء ثاني، لأنه أصلاً هذه من أنظمة الرابطة، هو جلوس وانضمام نظام الاتحاد الآسيوي تحديداً في جلوس المنسق الإعلامي ومراقب المباراة بجانب الحكم الرابع، ما لها دخل موضوع تشكيك في النوايا وموضوع انه يؤثر استقبالات الحكام. وهذه ابن فهد اخذها من معلومه من معلومات تويتر ومعلومات المنتديات، وهذه مشكله لما الواحد ياخذ معلومات غير صادقه وينتبه لها، لانه اصلا انا لا يدخل في استقبالات ما استقبالات بالنسبه للحكام. طيب أسامة انت تشوف انه التغريده عاديه جدا ما تستحق كل لا هذا؟ لا انا اقصد انه التغريده صار هي شخصي، انا لما اكتبها كتبت يا تركي تغريدات يمكن للإعلاميين يمكن ما نبقل أسوأ من هذه، ولكنها تغريدات تعتبر يمكن الواحد ما ودي يذكرها في الوقت، ولكن أنا ما أنا أتكلم عن تغريدتي. معليش أسامة أنا لا اسمح لي بس أنا أحكي معك عن حسابك وتغريدتك، ما أتكلم عن الزملاء الثاني. اي انا قلت تركي لا بالعكس جاي تركي، انا ما اجي حتى ولا قلت والله تركي يا تركي هذه يمكن لا انا عارف انت انا عارف انت انه انت عندك الشجاعه الادبيه الكامله وقلت انه هذا حسابي مش حساب احد اخر. انا سؤالي هو موضوع سؤال اخر الان، انت تشوف انه التغريده تستحق كل هذا الغضب من النصراويين؟ تستحق كل هذه التساؤلات انه شخص منسق اعلامي في متعاون مع الرابطه للمحترفين وغرد مثل هالتغريدة في مباراة النصر ما له علاقة فيها، مباراة بين الهلال والاتفاق؟
هي ما لها دخل للشركة، حتى لو الواحد لو غرد يعني تغريدة زي كذا ما يمكن، ما 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 تصورها تخلي الاحتقان أو الاشتقان الصهيوني يحتقنون، ولا أنهم يصيرون زملاء من الصهاينة ما يعني أتصورها، بالعكس كانت مجرد أخذ عطاء معهم بشكل عادي. المشكلة أسامة إذا تسمح لي، مو المشكلة إنه إحنا لما نضغط الجمهور ونقول ليش الجمهور محتقن، الجمهور النصراوي وجد في هذه التغريدة، خصوصا أنت صحفي معتبر يعني لك صفة رسمية مش واحد من عامة الناس، لأنه عامة الناس كل واحد يقول كلام وأنت تعرف أكثر من كذا، أنت صحفي معتبر موجود في الساحة منسق للتابع للرابطة أو متعاون مع الرابطة، وجدوا في هذا الموضوع أنه نوع من الاستفزاز، نوع من خلينا نقول زيادة الاحتقان عند الجمهور النصراوي، خصوصا أسامة وانت تعرف واكيد عندك خبر أنه الحالة الهلالية النصراوية هذه اليومين يعني تتطلب الكثير من الاتزان، لأنه التنافس على أشدة يعني. بس تركي فيها أنا أجل الحالة الهلال النصراوي في الفترة الحالية فيها احتقان شيء كثير، ولكن الناس دخلت مواضيع كثيرة في هالجانب. الرابطة ما لها دخل يا جماعة الخير، الرابطة مهما كان نعم أنا منسق إعلامي لهم في 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 تمثيل المؤتمرات الصحفية وكل شيء، ولكن منهم اتخذ في إساءة الرابطة وإساءة الشخص. لا خلينا من الرابطة أسامة، الرابطة يعني زي ما يقولون للبيت رب يحمي، الرابطة يجون يردون عن نفسهم، أنا أتكلم عن الزميل الصحفي أسامة النعيمة. هل هذه التغريدة أنت اليوم لو افترضنا مثلا أنه في صحفي نصراوي كتب تغريدة النصر فاز على الأهلي اليوم 3-1، أعرف إداري هلالي اليوم مواصل منام جايتهم الركب، أنت اليوم كصحفي لو قرأت هذه التغريدة من نصراوي إيش حتقول عليها؟ سؤال ببساطة. يمثل رأيه تركي، ما يمكن أقول لها أقول الناس تكتبون كتابات ما يخالف، أنا عارف أنه يمثل رأيه، هو ما كتب إلا يمثل رأيه، أنت وش تقول فيها الرأي؟ أنا بتصوري أنه هذا رأي الشخص نفسه، أنا ما يمكن أواخذ عليه وأخذ بالشكل هذا، قد يكون احتقان اللي صاير للشخص الآخر والمشجعين الآخرين، هذا شخص في لو يعمل تحت إدارتك، لو يعمل تحت إدارتك تسأله تقول ليش كتبت مثل الكلام ولا عادي؟ إذا شفت ردود الأفعال اللي جتني وشفتها بالشكل اللي جت للرابطة اليوم، يمكن يكون لي سؤال له وش السبب في كتابة التغريدة، يعني شيء طبيعي، ولكن أنا في تصوري هي حريات شخصية، يكتبها من يكتبها في هالجانب، ولكن ما يمكن أني أحاول أختلق قصص وقضايا. لا 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 أسامة أبغى أوضح نقطتين مهمة، مسألة أنه حرية شخصية بالتأكيد هي حرية شخصية لك وهذا حسابك، ومسألة أنه يمثل رأيك هو بالتأكيد يمثل رأيك لأنه أنت كتبته. أنا سؤالي اللي أنت ما جاوبتني عليه للحين، هل هذه التغريدة صح ولا غلط؟ والله وجهة نظر أسامة النعيمة أنا بتصورها عادية. طيب عندك شيء ثاني تحب تضيف؟ لا بضيف صح بعض المعلومات اللي قلت لك، انه هي دورنا كمنسقين اعلاميين فقط في الجانب الاعلامي اداره المؤتمر الصحفي، اما مساله الاعداد الجماهير دخل المباريات هذه كلها اشياء غير صحيحه نهائيا، ولا ندخل فيها نهائيا، حتى طيب. عدد الجمهور كلها ما ندخل. ايش الاجراء اللي اتخذوه اليوم الرابطه؟ بلغوك بالاجراء؟ لانه قال الاستاذ محمد مسحل سنتخذ الاجراء. طبعا اقول اجيك في هذه من الاشياء اللي طلعت برضه، انه طرد اسامه النعيمة وتم طرد، هذه اشياء غير صحيحه نهائيا، صار بين الأستاذ أحمد النصيبي مكالمة، صار بيني وبين الأستاذ محمد النصيبي مكالمة، صار بيني وبين ياسر النصيبي مكالمة، كلها مكالمات شرحت وجهة نظري، وهم أيضا تحدثوا معي في هالجانب. أجراء أبدا ما في ذكر الإجراءات اللي الناس طلعتها من الإجراءات ثابت الإجراءات، ما يمكن إجراءات في داخل الرابطة أنا وياهم، يعني مو شرط المشاهدين يجدروا عنها. إيه لأن الجمهور النصراوي يبغى يعرف حقه، هو شكوى ضد أسامة، إيش الإجراء اللي أخذته الرابطة؟ الرابطة يسألون الرابطة، مو أنا اللي يمكن أطلع الإجراء اللي اتخذته الرابطة. طيب أسامة النعيمة الزميل الصحفي والمنسق للمتعاون مع رابطة الدوري المحترفين، شكرا جزيلا لك، هروح الفاصل بعد الفاصل، هروح الفاصل وأرجع، فاصل وأرجع. في فقرة بين قوسين كاتب رياضي يسأل كم راتب عمر المهنة.
أهلا بكم مشاهدي الكرام في هذا الجزء من الحلقة. نرحب بمستمعي روتانا فم في المملكة العربية السعودية. فهد الريفي محمد دايح مضيف حلقة الآن. فهد قلت بتعلق عندي نص دقيقة فقط. والله أنا أخوي أسامة أول ما اتصل كنت أتوقع أنه بيعتذر، لكن ما أنا إذا كان في مسؤول يسمع هالاتصال أنا ما أدري، يعني غريبة صراحة. يعني هذا نبذة عن إعلامنا. قبل فترة الكل هاجم رئيس نادي الأهلي في موضوع المؤتمر اللي صار من الإعلامي. إحنا ما إحنا يعني نسكت العالم والإعلاميين معروف لهم، لكن إذا مثل هذا الإعلامي وياخذ يعني ويجي في وظيفة مسؤولة لكل الأندية، إحنا أعتقد إنه يفكر نفسه إنه في صحيفته. أنا ما أقول إلا صورة مع التحية الرئيس صحيفة الرياض تركي سديري. إذا مثل هذا الشخص متعود إنه يكتب كتابات وإنه يجي بهذا في ميوله، أعتقد يعني إذا لم يعتذر ولم وإذا استمر أنه ويصر والهيئة على توظيفه، فهم مشاركين في تعصبهم واحتقانهم للوسط الرياضي. طيب فشكرا جزيلا لك محمد، شكرا جزيلا لك. شكرا، أسفنا على التعصب اليوم. وعدنا غدا 11:30 في أمان الله. شريتك أنا بالكون، بدتك يا غالي يا ساكن.